لو الحكاية فيها إن فيتو البروتوكول العلمي ده مختصر البروتوكول العلمي اللي احنا ماشيين بيه واللي قعدته وشغله وحدثه بيحدثه آخر فيرجن كان يوم 23 أو من امبارح أساتذة كليات الطب في مصر مع استشاريين وزارة الصحة في مستشفيات الحميات والصدرية. ده الخط الساخن واحنا بنتلقى عليه آلاف المكالمات يومية بالإضافة إلى حملات التوعية اللي عملناها وتم التنسيق بين فيسبوك بين وزارة الصحة وفيسبوك وتويتر وجوجل علشان يقدروا يعملوا حملات التوعية معنا. أنا بشكركم بس عايزة قبل ما أختم كلامي أقول الحكومة خدت إجراءات احترازية هيصح إن احنا هنشتغل الأسبوعين الجايين لأنه الأسبوعين الجايين من أكثر الأسابيع اللي هتفرق معانا. احنا عايزين نقلل زي ما قلت لكم الكيرف أرجو إن الناس تفهم يعني إيه القرارات الحكومية دي يعني اقعد في بيتك يعني ما تطلعش يعني ما تخرجش ما تجيش ما تجيش زيارات منزلية كتير لأن ده في الآخر هينعكس على صحتك الإجراءات الحكومية دي علشانك أنت وعلشان نحمي المجتمع المصري. اتعمل كل الإجراءات استباقية ما قعدناش زي الدول اللي حصل فيها يعني في بعض الدول خدت الإجراءات ده هي بعد فوات الأوان. لا الحكومة المصرية كانت عاملة حزمة إجراءات في كل مرحلة نزلت بيها وهذه الإجراءات هي ما زالت لغاية دلوقتي من أهم أسباب إن إحنا المنحنى بتاعنا مفيش إصابات عالية إن شاء الله يا رب الدنيا بمعدل الإصابات نقدر نتحكم فيه ونقدر نديره وده للأسبوعين لثلاثة الجايين مهمين جدا. أرجو وبناشد كل الأسر الحفاظ على الصحة العامة ناشد كل الأسر إن هو يبقى في بيته إلا للناس اللي بتشتغل تروح الشغل وترجع فيه. شكرا.